هسا حنبلش نسد هاي الدايستمة. ده تشوفون اول شيء نجي نسوي انه احنا نسوي سكاتشنج السن، اوكي، يعني بدون بريباريشن، مو بير، بس بديسك خشن. هذا الديسك هو اخشن شيء. زين، اول شيء حراويكم ان شاء الله حسوي الرابر دام، بس بعدين راح اشيل الرابر دام، راح احط جنجافل كورد، بس ايش حراويكم الرابر دام وبعدين احطه. جيب الشيت نخليها هيك، لا كرش ضابه ولا عادي. اجي احطها هيك على الاسنان، تمام؟ اذا هي مثلا مالتيبل دايستمه نقدر كلهم نحددهم، بس هسه انا ما عندي شيء يعني. على النقاط اللي حددناهم، طبعا النقاط اللي حددناهم يصيرون بنص السن، يعني انا هنا بنص السنترال وحدد بنص كل سن. زين، بعدين اجي ادخلهم هيك على كيف واسحبه، ادخله جوا الكونتاكت اذا كان اكو كونتاكت مسدود. مش على كيف، زين اذا اكو بعدها ما داخله كلش جيب خيط وندخلها. تشوفوا هاي المنطقة اللي ما نازلة، وانا بس هيج اسحبها بالخيط حتنزل. زين، شو اسوي هسه؟ هاي اسحبها وهاي هم اسحبها منه واحط كلام. هذا الكلام اسمه B4، هذا اللي نستعمله للدايستما او للانتيرير عموما، يصير صغير. هسه انا منه مثلا بعد الرابر دام طالع عين الكلام، لازم كله نازل، فشو اسوي؟ اوخر هاي شوية، اسحب هاي، خلي هاي هيج بليتلين، هو عادي بليتلين، انا اصلا ما راح اوصل هاي المنطقة، بس هم اقدر انه اسحبها
هيش ونزله. بعدين بالخيط اسوي له انفرجن كلش. شوف هاي اذا انا بس حطيت رابر دان هيك وما مسوي انفرجن، وشوف اذا مسوي انفرجن شوف الفرق. شوفوا هنا شلون مدفوع لسه، واقدر احط هنا كومبوست براحتي وابني براحتي. وشوفوا هنا هذا كله مبين، كل هذا مبين، فلازم اني مسويه هيك بالكلام. شوف الفرق زين. اذا ما عندي كلام، ما عندي كلام اصلا ولا عندي بيفور، اقدر بالخيط. بس ترى الانفرجن مال الكلام بيصير اقوى من الخيط، يعني الكلام راح ينزل الجنجب اكثر من الخيط. بس اذا ما عندي كلام هذا الخيط هيك تمام. نسوي في شيء اسمه فلوس تاي، تقدرون تكتبون باليوتيوب بس دنتال فلوس تاي وحتطلع لكم هو يعني طريقه مالتها. هيك ادخلها واسحب. اوكي بعدين اجي باليتلي، اجيب مثل هاي الاداه بس ألزمها هيك جوا الفوس. واسحبها هيك قوي من ورا، انزلها ومن قدام اسحبها قوي. شوفوا هاي الطريقة. بعدين اجيبها مرات مثلا منها افتح شو اسمه الشيت اوخرها واجي اثبتها هنا واجي ادخل الشيت مره ثانيه. هنا صارت هيك ثابته وهم مسحوبه الجنجبه. بس طبعا الكلام كان اقوى، يعني نفس الشيء بس الكلام شوي اقوى. هذا هم يفيد لا بأس بيه. ها هي من يجي نريد نوخره. عرفتكم هاي الطريقة ما سبل الدم؟ سويت له ثقوب واكسسوار. حجم من هواية طبعا مو جميل.
إذا الفور موجود نقدر نخليه على الفور. طبعا الكلاب مو مالتي بس المهم الفكرة. بعدين افتحها هيج، اول شيء اجي ادخلها من هاي الجهة من ورا الكلاب، اوكي طلع الاسنان، واجي الجهة الثانية من ورا الكلاب. هيك هاي صارت تقريبا، صار مثال مهم يجي الفكرة. ما تبين شلون بده يشوفون. ما تحلى ناقصه. ثواني هنا اقدر اقرب يعني لحد 9 اكس. هي ثبت على هالفاين؟ ثبت بس شوي سحبتين لازم. ايه تبتها احسن قصدي الحركة ما بيجي تصير طويلة. هذا الجنجابل كورد اللي استخدمه بيش كيسات اسمه دبل زيرو الرقم مالتي. هاي الطريقة اللي قلت لكم انه حثبتها بيه رأسا هيج الزمه ودخله من هاي الجهة مثلا على هذا السنترال هيج هو حيدخل بروكسيمالي كذا. تبغى تجيب الكورد؟ اكو اداة مع جنجيفل كورد بس هاي تشبهها بس مو هي، بس اكو اداة تدخلها كلش اسهل. نجي هيج وندخلها على كيف، تمام. هاي لابيالي اني بروكسيمالي اصلا من الساعة دخلتها. اجي بليتالي وبعدين اقدر انه اقص الزايد، يعني هسه انا صار عندي هنا زايد اللي ورا اقدر اقصه واقدر ادخله، بس ما تسوى انه ادخله انا ما احتاج اصلا يعني، فمرات اقصه. وهاي هسه نزل لي الجنجبة من هاي الجهة، اجي جهة ثانية نفس الشي. هم اجي ازمه واجيب ايام السنه منه السنه بصفه وهم ادخله هيج مو على البابيلا من يم البابيلا يم السن هم نفس الشي ادخله. مرات الجنجابل كورد اذا مبلل هيك يصير ما يدخل، فش نسوي ننشفه وندخله. وهم نفس ما قلت لكم الساعة انه ما ندخله يعني كلش حيل، بس يدخل يقعد بعد. ها هي اوكي على الفكرة مالته.
زين هسه اعتبروا انه خليناهم دخلناهم. بعدين نبلش نبني دايستمن. ورا ما سوينا الاسيد اتش والبوند هنبدي نبلش نبني بالدايستمن. اول خطوه هي انه نسوي الامرجنس بروفايل هاي ستريب. اوكي راح اجي هيك اسويها وادخلها هنا. بس مجرد انه انا هيك سويت لها شوفوا راسا هي ثبتت، وعلس ان بيشت نفس الشيء هيك حتثبت. يعني ما طول انه انا مسويه انفرجن او منزله جنجبه تلقائيا حتثبت. زين اجي الزمها من هاي الجهه ومن هاي الجهه، اقدر ادفعها هيك علي عسن واقدر اجيبها منها. لو دفعتها عسن حصير المسا يعني الامرجنس بروفايل صغيره، مال مسافه صغيره. اذا اجيت دفعتها هيك عسن اللي بصفها لا، معناها اني راح اسويها كبيره. تمام، بس انا ما اريدها تعبر على الميد لاين، يعني الحد الميد لاين هذا الحد هنا. اوكي فما راح كلش اجيبها هيك، هيك في شيء بسيط. زين لزمت انا بهاي الطريقه واحاول من جوا، اذا تشوفون هاي المنطقه من هنا الستريب من جوا اسحبها عسن حيل. ليش؟ اذا ما سحبتها حيل عسن راح تصير مثل اوفر هانج. تمام، فاني من جوا سحبتها ومن فوق اقدر اتحكم بيها. واضحه الفكره؟ تشوفون لو لا؟ تمام، من جنجايب اللي راح اسحبها عسن وانسايز اللي اتحكم بيها. انا انسايز اللي راح اثبتها هيك لحد الميد لاين هنا، واجي احط فلوبو. فلوبو اجي ادخل التب مالته هنا. اوكي بس هسه هو ما متوزع، واذا عرفت هيك حيصير بيه شوي اوفر هانج او شكله مو حلو. فشو اسوي؟ اجي هنا امشي شوية. هاي الامرجنس بروفايل مال هذا السن. تمام، هسه نجي نسوي ثانية. هسه انا مسويتها هيج تقريبا حد الميد لاين، حاجي اسوي الثانية نفس البعد مالتها، نفس بعد هذا السن الثاني. فراح اجي بنفس الطريقة نفس الطريقة هم احطها هنا هيج واحط فلوب. هيج ادفع شوي عسل بس اذا حد يضرب لي لايت. هكذا ما صار كيلو انت. بس شو اسمه
تمام. هسه كملنا الامرجنس بروفايل، اذا تشوفون هذا الحد هنا وهذا الحد هنا هيك للميد لاين. وراها راح اجي اسوي البليتال شيل، ادخله زين. هاي البليتال شيل لازم انتبه انه من اسوي البليتال شيل تصير ويا مستوى البليتال وول، يعني مو جايه لابيلي ولا رايحه بليتالي، تصير ويا مستوى البليتال وول اللي بصفها. نكون بس كل شوي شوف هسه حاجة اسوي البيتل الشيل، هسه هاي لازمة استرب هيج ومدخلتها، اجي هيج اوخرها حتى احط الكومبوست هنا، اوكي؟ جيت حطيته ادفع بليتلي، وبنفس الوقت احاول انه اسوي ايش بالبيتل شيل. طبعا هي مسافة صغيرة صعب انه يصير بيها بليتل شيل، بس حنحاول نسوي في شي بسيط بس حتى يصير عندنا بيز نبني عليها، وحاول انه اخليها ويا مستوى الامرجنس بروفايل، يعني مو طالعة عنها، اذا طالعة عنها حيصير عندنا هنا مثل اوفرهانج، كون ويا مستواها. واجي بالبرش بهاي البرش الرفيعة، اجي احاول انه اسوي له ادابتيشن بحيث هو يصير لازق ويا الامرجنس بروفايل، واجي اعدله. هسه تشوفون وش قد صاعد انسايز لي هواي، فشو اسوي؟ اجي اقص الزايد تمام، والزمه هيج. اجي لي ورا ادفع بصبعي حتى اثبته، ولي قدام اجي اسوي له هيج. خلي احد يسوي لك كيورنج. هسه تقريبا صار عندي بليتال شيل وامرجنس بروفايل بهذا السن، فاني صار عندي القاعدة اللي راح ابني عليها، هم مسوي امرجنس بروفايل وهم مسوي بليتال شيل، مجرد احط السترب وادفع كومبوزيت حتصير الكومبوزيت بليتالي حيتجمع وبعدين حبني فوقه. يعني هسه راح اجي احط كومبوزيت هيج ودفع بليتالي، واني بنفس الوقت السترب احاول ما اخليها الصراخية كل ساعة ادفعها. زين بالبرش اجي انا اعمل كومبوزيت حتى احاول انه ما يصير اي فويدز،
وبنفس الوقت انا ما اخلي هيك بعدين السترب، احاول انه اسحبه وانزل ليه جوا حتى لا يصير عندي كومبوزيت زايد رايح على الجهه الثانيه. هيك راح ادفع على هذا السن وانزله، ادفعه وانزله. زين هسه انا تقريبا حطيت كومبوزيت باليتالي، من اجي اجزم المرار هاي الطريقه واجي اباوي هيك راح اجي اشوف انه انا مسوي باليتالي حاطه كومبوزيت تمام هيك. فبعدين اجي للخطوه الثانيه اللي انا ورا ما سويت ايمرجنس بروفايل سويت باليتال شيل حطيت كومبوزيت باليتالي، اجي ابرز الترانزيشنال لاين بالسترب اللي هي تذكرون من قلنا المايلر بول تكنيك، انه انا اسحب السترب واسوي بيها ترانزيشنال لاين. زين راح اجيب كومبوزيت واخليه زين ورا ما خليته اجي اخليه يصير سموث اكثر. بعدين اجيب السترب من الجنجايفلي اسحبها على السن وادفعها، بعدين ارجع انعم بالكومبوزيت اكثر وادفعها على السن وانزلها وارجع انعم اكثر. وانسايز الله يحاول هم ادفعها على السن وانزلها هيك. حتى تبرز الترانزيشنال لاين وارجع نعمها من جديد. هذي بعد شوية جنجافلي زين انا هسه دا اشتغل لي ورا، اجي اوقف قدام البيشنت هيج بالنسبه لكم والزم اي اداه هيج عدله احاول اشوف وين الميد لاين. هسه تقريبا انا كلش مشفته يعني كلش جاي على السن اللي بصفه،
اوكي. شو اسوي حتى اعدل الميد لاين؟ هذا السنه اللي كملته ارجع بالديسك اعدله، احاول اسويه عدل. كلش على كيفي لحد ما اوصل للمستوى اللي اريده. بعد مشفت شوي بعد من اخذ اكثر شيء بهاي المنطقه اللي هي قلنا انتر بروكسيمال اريا هاي، حتى هم طريقي اسوي لها فاونديشن اكثر. اخذ شويه تليتلي واكثر شيء من هاي المنطقه. زين انا هنا طولتها زايد فاجي اخذ شوي هم الطول. بس تقريبا عدلنا الميد لاين. نجي نكمل السنة بصفه. شو ندخل خياط خشب؟ تمام. وهم نجي نسوي البليت الشغل ما سن بصفه. اذا قامت تلزق بالكومبوزيت شوي نحط برايم على ذات هيك شيء بسيط. ندفعها باليتالي. ونقدر بهاي البروش او بالبروش العادية ليش ندفعها باليتالي اكثر. شوف باله في الليتل يمين. نلزمه هيج حتى لا يجي الابيضي حتى تبقى بليتل شيل. حتى
تضيفي لايت سلايت. تمام هسه صارت عندي بليتو شيل وميرجنس بروفايل بهاي السن، فاجي ابلش براحتي بعد ابني. زين هسه اي كومبوزيت راح اضيفه تلقائيا هو حيصير بليتلي، لان انا حاطه بليتو شيل والبليتو شيل مضبطه وضعها انه هي صايره بليتلي ما صايره بالنص. هاي المنطقة جنجايفل هي منضيف لها، هاي منطقة كلش مهمة، هي بداية الترانزيشن لاين. أول ما أحط الكومبوزيت أسوي له باكينج بالأداة، وراها بالبرش هو حيصير سموث. وهاي المنطقة منه هاي اللي إذا ما سويتها هسه سموث حصل بعدين يعني ريجولاريتيز هواي وتضوجني بالتفنيش، فأني على اليمين من هسه أوخرها. نعم هسه ما مصدق قصدي شيش يعني هو تيوي تايتر ما راح تفنشين حيروح، بس مجرد فتشي فيدش حتى يعني تفنشين براحتك. زين هسه حنوفر الزايد الترانزيشن لاين اللي قلنا من ساعة نقدر نقربه ونبعده بالديسك، بس مجرد انه انا اجيب الديسك منه وابدا اسوي له اجي هذا كله افنشه بالديسك. هاي افتحها شوية هنا حتى لا يبينوا اللاست جاتس.
من اجي افنش المنطقه اللي صايره الابيضي والمنطقه اللي صايره منه بروكسيمالي تلقائيا هايبرز ترانزيشنال لاين. اجي هنا جايبه الهيت اسوي له ومنهم وهذا البير اسمه انهانس بير صار على شكل ديسك، هو بأشكال بس انه الشكل اللي على شكل ديسك حنمشيه هو بالعرض بس انه على طول الترانزيشن لاين هايبرز اكثر. مرات هذا السن بي هو كومبوزيت وهذا بي قليل، تمام؟ هذا جاي لابيل اكثر من هذا. انا اذا باوع هيك من هذا الفيو ما راح يبين عندي، بس اذا جبت المرور وباوعت هيك حيبين عندي انه هذا مثلا اعلى من هذا، فحفنش هذا اكثر. الديسكات اللي تستعملوها اكو مال شركة كير بس هي كلش غالية، واكو مال شركة كاغاياكي شوية سعرها مناسب اكثر، احسن يعني نوعين تقريبا. اكو ذني الصيني يعني هم يفيدون بس انه مو كلش ياخذون هواي مثل ذني. اكو ديسك يصير شوية مو كلش خشن مثل هذا، اذا كبداية يعني ما تسيطرون ممكن ياخذ هواي، اكو شوية انعم من هذا يصير على برتقالي تقدرون تستعملوا بالبداية لان هذا شوية يعني ياخذ. ذاك ياخذ اقل.
أنا منه الترانزيشن لاين حتى لا يبين مربع ما يبين عدل يعني أسوي له شوية منه راونديشن ومنه هم شوية راونديشن زين. أكو قلم رصاص؟ ما فيها جاهزة. زين. هذا البير اسمه نيدل بير. صار كل شرفية. اللي قلنا نفنش بيه الليبيل والبيتل اجي هيك على كيف اجي هيك على كيفي نفنش هاي المنطقة من افنشها مو اروح اجي بس جهة واحدة اللي اروح بيها اما انه اروح هيك او اروح هيك جهة واحدة انا اذا اروح اجي حصل مثل خسفة يعني أنا هسه بس هيك أروح أو بس أجي بس هنا أنا عندي أوفر هاند شوية اجي القلم لازم هيك مايل هذا البي ترانزيشن لاين بس هذا ادي اعلى من هذا اجي افنشه اكثر وارجع اتاكد بالمره بعد عليه هذا الدست اللي منه هو دا يبرز لي ترانزيشن لاين دا يبين اكثر فانا اقدر احدده بسهوله ارجع مرة ثانية بالمرار وهم اشوف
أنا إذا أخذ منه كله بالنص ما أدى نايم ترانزيشن لاين، بس هم تساووا، فأجي حتى أبرز أكثر أخذ ليبي ألي بس مو منه، يعني بصفر ترانزيشن لاين مو علي. زين بعدني دا اشوف انه هذا عدل بس هذا مايل، فشو نسوي؟ اجي اخذ منه بالديسك اكثر. طبعا هاي الجنجفة منها ما موجودة فدا يبين هيش كلها موجودة. زين السترب مستعجلنا عليه، هذا الفينشينج سترب حينجي نقصه بالطول. اذا كلش خايفين على الكونتاكت فايش نسوي؟ ندخلها من المنطقة اللي هي شفافة بيها. اوكي ايش ونفنش هنا براحتنا، نقدر نشيل اذا اكو اي شيء هنا وننقمه.
مجان طلع. وجه ثاني نفس الشيء. هذا يعتبر يعني نهاية الفنش وبداية البولش. يعني أنا مو فنشت بالديسك بالبير، أبدي أريد الكومبوز أسويها أنعم. يعني بعدني مو أبدأ بولشها، بس قبل لا أبولش أستخدم هذا أداة أنعم الكومبوز أكثر. ليه صلي؟ عليها هاي بليتلي. تشوفون صار بس دا ادخلها بالكونتاكت، اكو هذا الصوت مال انه الكونتاكت تايت، يعني احنا ما جايها الطبيعي تمام. بس انا من دا امشيها منها كلش سموث، بس هاي هيج معناها هاي مرجع الكونتاكت طبيعي نطلع هذا الصوت. بعد شغله مرات يدخل عادي ويطلع هذا الصوت، بس من اطلعه القى الخيط يعني خربان ما يطلع هيش طبيعي، معناها اكو شارب ايدج بنص الكونتاكت تحتاج نبولشها بعد بالسترب. قصدي شلون تفنشيها؟ هاي بس كن كلش ناعمة بالأبيض أو حتى بالأصفر بس شوية يعني. فهو ندخلها ويش في شيء بسيط بس شيء هي تلقائيا حتصير بعدها يعني. مرات هنا عندنا أوفرهانج شوية بليتلي منا ومنا أو منا ومنا، فهذا البير هو يفيد. وبين السنين قلنا هذا ستروب. ايش قلنا جهة واحدة
البولش ذني البيرين مال إيف، أول شي وردي وبعدين أبيض. من البولش بيهم مو كلش نضغط على السن يعني عادي، هي طخات خفيفة هاي بولش. هذا سؤال من كفت خطوة وضحها بدون، بس انه كل ساعة تحط قطرات ماء تشوف تتأكد هيك ايه، بس انه تقدر مثلا البير كل ساعة ترفع على كيف
ما تخلي فورس كلش قوي ولا بريشر كلش قوي، ويعني انه طاقات متقطعه ما راح يصير. شنو هاي؟ 8 فيت. حط عليها ماء. ويا هذا البير تلت فيه. مين عنده سؤال؟ توقع عنده سؤال؟ بس ما تبلشون خطوة خطوة راوني اياها، يعني مو تكملون خطوتين بعدين تجون. مرات تخيل بالخطوة الأولى وانتو ماشيين على الثانية وثلاثة وهيك. Mm-hmm.